check the mic and make sure it sound right, boys. اسمي مصعب ايمن عبد المحسن، عندي 22 سنه من محافظه الجيزه، دلوقتي شغال في البريد هير، بعمل راستا وبعمل دريد. الراستا تعتمد دفاير ليها كذا شكل، والدريد دي شكل معين بالشعر يبقى داخل في بعضه على هيئه شكل معين كده اللي هو بيبان. انا دخلت في المجال من 5 سنين، فتحت مكان لمده سنه كنت بعمل راستا ودريد، وقفلته بعد سنه وبحاول افتح مكان اكبر دلوقتي اعمل فيه كل انواع التسريحات. هو الدريد بياخد وقت اكتر من راستا، عشان الراستا يعتبر زي دفاير، والدفاير في ناس كتير بتعرف تعمل دفاير ويعني، والدريد دي بنحتاج له ابره كروشيه ونوع كريم معين اسمه دوكس، بندخل الشعر ببعضه بنخيه على شكل هيئه حاجه كده واحده، كله شكل واحد. والراستا نفس الكلام، بس في البنات بتحتاج تعمل باكستنشن الوان على حسب الطلب، والولاد بخيط صوف. هي عامه الموضوع كله موضه عادي يعني، زي الحلاق اللي بيجي عايز يعمل شكل معين، في ناس عايز تعمل شعرها كله، في ناس هتعمل الحبه اللي فوق بس. فانا بعمل موضه يعتبر، بس انا مقتنع بالموضوع عامه عشان معتبر نفسي زي الحلاق ودي موضه، فراجل زي ست في الموضوع ده موضه شكل معين. فاي حد عادي عامه راجل او ست بيطلب مني اعمل راستا تمام، مفيش مشكله، وموضوع موضه مفهوش اكتر يعني، مفهوش قوي راجل او ست. موضه شعر في شكل معين مثلا للراجل، وفي شكل الستات اكتر بيركبوا الوان، الراجل خيط صوف اسود بس، ماشي مع الموضه يعتبر. وفي شباب كتير الموضوع انتشر برضو في مصر، الموضوع انتشر، فاي حد بيجي يطلب مني انا اتعلمته عشان عادي زي الحلاق. شاركت في عمل درامي كده وعملت شعر استاذ محمد علاء، عملت له الراسته اللي هي بتبقى لازق، كان حابب الموضوع وكان شكله منطقي يعني على العمل وكده يعني. ان شاء الله نفسي افتح مكان كبير اعمل فيه جميع تسريحات الشعر كلها، من راستا لدريد حلاقه كل حاجه ان شاء الله. check the mic and make sure it sound right boys.